ومن الإحسان في عبادة الله المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها كل يوم، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأداء الزكاة كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومن ذلك صوم رمضان كما قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وحج البيت الحرام كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن الإحسان الإيمان بالله ربًّا ومعبودًا، والإيمان بملائكته وكتبه وجميع رسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، فقدر الله نافذ وقضاؤه لا محالة واقع. وكيف لا يحسن الإنسان بعبادة ربه سبحانه، وكيف لا يحسن الإنسان بعبادة الله وهو سبحانه قد أحسن إلى العباد وتفضل عليهم بصنوف النعم، حيث أوجدهم من العدم وأسبغ عليهم الخيرات ووالى عليهم المسرات. قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون.